أنا نعمان تكادك، رئيس الهيئة الإدارية في نادي القدس ومن مؤسسي النادي. بشتغل مدرس في مدرسة بعلم اللغة الإنجليزية، وأعمل متطوع أو بدون عمل وعمل تطوعي في نادي القدس من تأسيسه بالسنة 1991. تعريف عن نادي القدس. طبعا نادي القدس زي ما ذكرت تأسس عام 1991 لما كانت الحاجة بعد الانتفاضة الأولى لاحتضان الشباب والأطفال اللي بعد إغلاق كافة المؤسسات الشبابية. تم اجتماع بين أكاديميين ورياضيين وأعضاء هيئات إدارية بمؤسسات شبابية سابقة، وتم تأسيس النادي وافتتاحه عام 91 بهدف لم شمل الشباب والأطفال في تحت إطار تربوي ومؤسسة اللي ترعى شؤونهم وتخدمهم. أهداف ورؤية نادي القدس. طبعا نادي القدس عنده رؤية أنه لابد من تفعيل دور الشباب وإعدادهم كقيادة للمستقبل، وهذا لا يتم إلا في إطار مؤسسي تربوي بتخطيط ناجح. طبعا نحن نعلم أن الاحتلال يضيق على جميع المؤسسات الفلسطينية في القدس المحتلة، إذا كان في المسجد الأقصى أو ما حول المسجد الأقصى. ما هي الصعاب التي تواجه نادي القدس؟ طبعا نادي القدس هو واحد من المؤسسات الوطنية داخل المدينة من مجموعة كبيرة من المؤسسات، وبتعاني مثل غيرها من سياسة الاحتلال في المدينة والهجمة على هذه المؤسسات. احنا بنشتغل تحت مظلة وطنية دينية، نرعى شبابنا وأطفالنا ونسائنا وكل فئات المجتمع المقدسي ضمن إطار وطني وضمن إطار ديني للحفاظ على تراثنا وموروثنا من الحضارة. لكن الهجمة على هاي المؤسسات تزداد يوم بعد يوم، حتى أقل النشاطات يتم منعها، في حتى النشاط الرياضي في بعض المؤسسات يتم منعه كما يحصل الآن في جمعية برج اللقلق، حتى الأنشطة الاجتماعية يتم منعها وإغلاق المؤسسات التي تقوم بها. إحنا كنادي تم إغلاق المؤسسة لعدة مرات بسبب أحداث أو بسبب أنشطة اعتبروها أنها ممولة من السلطة، لكن هي كلها أعمال تطوعية وأعمال يعني من المجتمع المقدسي ومن متبرعين، وهذه إحدى مشاكلنا يعني أو جل المشاكل اللي عندنا. التمويل تبع نادي القدس من أين؟ نادي القدس هو مؤسسة غير ربحية، مؤسسة أهلية مقدسية لها أعضاء، الأعضاء بيدفعوا اشتراكات رمزية، من بين الأعضاء رجال أعمال وأصدقاء لنادي القدس، يتم التبرع لبعض الأنشطة بشكل باستمرار. طبعا النادي عنده بعض البرامج اللي يأخذها من المؤسسات الدولية كالتعاون واليو ان دي بي وبعض المؤسسات الأخرى اللي بتمول هاي المشاريع وبتم تنفيذها ضمن إطار النادي. هل هناك دورات لتفعيل الشباب المقدسيين وما هي؟ صحيح، عندنا مجموعة دورات. نادي القدس لا يقتصر على دورات رياضية، لكن هناك دورات تثقيفية وتوعوية، نتعاون مع مؤسسات لخدمة المجتمع المقدسي للمرأة للأطفال للحالات النفسية. هناك برامج يتم تطويرها لإعداد شبابنا، عندنا برنامج حديث اسمه شباب أنا المستقبل، يتم إعداد الشباب لمواكبة التطور المتسارع في العالم كشباب مقدسي، يعني نحافظ عليهم ونطور من قدراتهم نحو المستقبل. شبابنا أنا المستقبل، بس خلينا نتعرف عليهم أكثر. هذا البرنامج هو حديث عندنا، يستقطب طلاب المدارس من فئة يعني أعمار من 10 إلى 17 سنة. هاي الأعمار نحافظ عليها من خلال إعطائهم دورات
تثقيفية وتوعوية تتعلق بالتكنولوجيا الحديثة، تتعلق بالتسويق الإلكتروني، استخدام المنصات الإلكترونية، المنصات التواصل الاجتماعي، والحفاظ على تراثنا المقدسي والفلسطيني من خلال تفعيل دورهم كشباب وإعدادهم لمواجهة التحديات المستقبلية، يعني من إعدادهم من ناحية المهن، عملية اختيار مستقبله كطالب مقبل على الحياة العملية، فإحنا بنوجهه بالتوجيه الصحيح وبما يتماشى مع التطور التكنولوجي والاجتماعي في المجتمع ككل. هل هناك زيارات للأماكن الأثرية والدينية في الداخل الفلسطيني؟ طبعا من باب التثقيف، من باب أنه إحنا بدنا الجيل القادم يعرف، مسلما قال مثل ما قالوا الكبار سيموتون والصغار سينسون. إحنا في نادي القدس أخذنا على عاتقنا من ضمن أهدافنا طبعا هو التراث الفلسطيني. التراث الفلسطيني لا يقتصر على الأكل والملبس، لكن هناك موروث حضاري تراثي موجود في كافة أراضي فلسطين، سواء بالداخل أو بأراضي الضفة الغربية والقدس. إحنا عندنا برنامج اسمه جولات الأرض لنا. هذا البرنامج يشارك فيه حوالي المئات من رجال مدينة القدس اللي انضموا إلى النادي، وبهذا الفريق نقوم بزيارات إلى أماكن متعددة سياحية تراثية قديمة، الآثار الإسلامية وحتى الرومانية والبيزنطية بكافة أنحاء البلاد، نقوم بزيارتها والتعرف عليها، نقوم بطباعة النشرات التي تعرف بهذه المناطق من أجل أنه نعرف بلدنا، نعرف طبيعة الوطن، نحس بترابنا، وهذا هو اللي بيخلينا نتمسك بتراب أرضنا. وإحنا دائما نقول الأرض لنا، وهذا شعارنا وهذا عملا وتطبيقا. بسبب الاحتلال، وطبعا في عندنا القوانين التي تضبط مجتمعنا، وهناك قوانين أخرى للاحتلال بالنسبة لشبابنا، فهذا سبب رئيسي لزيادة العنف في مجتمعنا، لأنه الشاب يتخبط ما بين العادات والتقاليد وما بين الاحتلال. طبعا هذا اللي يمر في مجتمعنا بظاهرة العنف والأسد، وللأسف الشديد يعني بنشوف أن هذه الظاهرة في تزايد مستمر. هل هناك خطة لمحاربة العنف ولتثقيف الشباب؟ صحيح، هذه أحد الأمراض المستشرية في مجتمعنا بشكل عام يعني، وبالقدس بالذات اللي هناك تخبط ما بين زي ما حكيت العادات والتقاليد والقانون. هذا القانون الذي يحاول محاربة عاداتنا وتقاليدنا وديننا. إحنا في نادي القدس باستقطابنا لكافة شرائح المجتمع، سواء من الأطفال، طلاب المدارس، الشباب، الفتيات، النساء، بكافة أنشطتنا نحاول توعيتهم والتعاون مع المؤسسات الفلسطينية المقدسية للحد من ظاهرة العنف، من خلال توعية بندوات، بزيارات للمؤسسات، بعمل قضايا حوارية لحل المشاكل، يعني طرح مشاكل مع أخصائيين. هذا كمان يأخذنا إلى كمان حل مشاكل لذوي الاحتياجات الخاصة اللي هم أعضاء بالنادي، اللي هم فئة كبيرة من في النادي موجودين، وهذا ودمجهم طبعا بهذه الأنشطة في النادي، ونركز على ظاهرة العنف من خلال هذه الأعمال الأنشطة التوعوية والتثقيفية. ما هو دور المرأة في نادي القدس؟ طبعا المرأة هي جزء بالمجتمع بشكل عام، وعندنا في نادي القدس بشكل يعني لها أهمية ولها خصوصية. عندنا المرأة لها تواجد في الكثير من اللجان في النادي، في أنشطته. عندنا أنشطة متعلقة بذوي الاحتياجات الخاصة والقائمة عليهم من فئة النساء هي المشرفة على هاي الأنشطة، ومجموعة كبيرة من المشاركين معهم من النساء والأطفال، والمرأة لها دورها كمان عندنا في التدريب، حتى في الألعاب الرياضية عندنا مدربات،
عندنا فرقة للدبكة يعني الأطفال وبيكبروا عندنا وهم من فئة المرأة طبعا بيشاركوا بهاي الأنشطة. عندنا الندوات اللي بتصير الاحتفالات كلها لها دور المرأة فيها، وإحنا يعني ما في فرق عندنا بين المرأة والرجل بالأنشطة. اليوم في عندكم زيارة من فنانين من الداخل الفلسطيني، ورأينا الترحيب بالفنانين، يعني دائما في عندكم نشاطات للفنانين ولغيرهم من أصحاب الإبداعات. صحيح، نادي القدس يعني لا يقتصر زي ما قلت لك على النشاط الرياضي، لكن عندنا نشاطات ثقافية متعددة منها الفنية وخاصة بالفن التشكيلي، انه احنا نقيم العديد من الفعاليات وبالتعاون مع المؤسسات في الداخل الفلسطيني وفي الضفة الغربية والمؤسسات المقدسية. الفن التشكيلي هو احد ركائز الثقافة عندنا والأنشطة، والنادي يضم بإدارته بمؤسسيه فنانين تشكيليين، وهذا بدورهم بيعملوا على تفعيل الأواصر الترابط مع باقي المجتمع المقدسي الفلسطيني في الداخل من خلال التعاون بإقامة طبعا ازدياد الروابط. نعم. ما بين الداخل الفلسطيني والضفة الغربية، بما أن احنا الفلسطينيين إذا كنا في الضفة الغربية في القدس في الداخل الفلسطيني وفي الشتات وفي كل مكان في عندنا رابط واحد. أكيد إحنا عندنا قاسم مشترك واحد، وهو القدس والمسجد الأقصى، وهذه العقيدة اللي عندنا تربطنا دائما بتجمعنا دائما في مدينة القدس، ودائما نادي القدس يجمع كل أطياف المجتمع الفلسطيني بأنشطته وخاصة الثقافية. رسالتكم عبر موقع كنوز نت. في نادي القدس نتوجه إلى إخواننا بالداخل الفلسطيني بضرورة إعطاء أولوية إلى مدينة القدس ودعم مؤسساتها من خلال تفعيل الأنشطة والتعاون بين الأطراف في مجتمعنا الفلسطيني الواحد، وهذا ما يسرنا، ونحن جاهزون للتعامل دائما والتعاون.